انضم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليكدار اوغلو لدعوة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود اوغلو للتحقيق في الأصول المالية لرؤساء وزراء ورؤساء الجمهورية السابقين في تركيا وعائلاتهم بما فيهم رجب طيب إردوغان وعائلته. وأكد كمال اوغلو دعمه إنشاء لجنة للتقصي في الأصول المالية للسياسيين من أجل إيجاد سياسة نظيفة. واقترح داود اوغلو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأصول المالية لجميع الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين والحاليين فيما قبل وبعد حياتهم السياسية، كذلك الأقارب من الدرجة الأولى بما فيهم إردوغان وعائلته.